يبقى في اعاده هيكله لقيمه الدعم. هدي لحضرتك مثل تاني. تمام. طن الاسمنت تكلفته 296 جنيه. يصلح ان انا ابيعه ب 850 جنيه؟ لا طبعا. حلو. بياخد دعم من الدوله الحديد دي اسمها مصانع كثيفه استخدام الطاقه. تمام. حديد واسمنت واسمده وسيراميك والومنيوم. تمام. قيمه الدعم بتاعهم في حدود ال 75 مليار جنيه. طيب لو انا شلت الدعم ده كله بالكامل 75 مليار جنيه. خد بالك ده رقم شلته بالكامل. بس اعمل حاجه اسمها زي دول العالم. حد اقصى الهامش الربح ما يزيدش هامش الربح بتاعه عن 30%. 35% بدل ما يبقى 200 و300%. مش كده؟ طن الاسمنت لن يتجاوز 600 جنيه. ويبقى الدولة استفادت بال 75 مليار. انا هناقش حضرتك ازاي يتم تطبيق ده يعني دون ان يمس يعني مصالح الاخرين. بس بعد ما اخرج الزحمة من البحيرة. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. تحيات حضرتك يا استاذ احمد، اتفضل. ازيك؟ الله يكرمك. محمد يوسف معاك من البحيرة، عايز اتكلم للاستاذ صلاح جودي. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. انت نورت القناة الزراعية. ربنا يخليك يا فندم. ونورت فلاحين مصر كلهم والله باكملهم. ربنا يخليك يا فندم. قال ليه حضرتك وزير الزراعة الجديد بقول بعد 60 سنه مش هيبقى عندنا ارض زراعيه؟ احنا دلوقتي بيقول لي معلش تاني معلش عشان مش سامع ديت، بعد اذنك اتفضل. بقول وزير الزراعه الجديد بقول بعد 60 سنه مش هيكون عندنا ارض زراعيه. ليه؟ من المبادئ نزل التعدي على الاراضي الزراعيه. من التعدي طبعا. انا فكرت الاحوال من خلال 60 سنه. تمام. المفروض ما كملش 60 سنه و10 سنين على حسب العلماء اللي جبنا اللي هم الامه في مصر. من المفروض من 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 حدودنا من اسرائيل لغايه السلوم دي تكون كلها خضراء وتكون كلها بتزرع. تمام. وبالنسبه للاستاذ صلاح جودة، انا ليه المصريين بيكرهوا العلماء يا استاذ صلاح؟ المصريين بيكرهوا ليه العلماء؟ بيكرهوا العلماء؟ لا بالعكس، يمكن يا استاذ محمد يعني احنا في امس الحاجه دلوقتي للعلماء المصريين يعني. طيب. بشكرك جدا استاذ محمد من محافظه البحيره، شكرا ليك يا فندم. طيب نرجع للنقطه الثانيه، فنشوف بقى هيكله الدعم. بالظبط. انا اقدر اوفر من الدعم. الدعم كان السنه اللي فاتت في الموازنه اللي هتخلص 30/6 ده كان 205 مليار. الموازنه الجديده محطوط له 320 مليار. انا ممكن، هو ده بقى اللي رجع لوزير الماليه. قال لنا يا عم ده، فيشوف في الدعم يقدر يشيل قد ايه. هنقول مش هنشيل الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مرة واحدة. نشيل 20% 30% 40%، يبقى انت وفرت كذا. طيب صاحب المصنع ممكن ده يأثر عليه ازاي؟ ما اقول لك انا ممكن طالما انت بتشيل عني الدعم انا هستغنى عن بعض العمالة. طب لا، ما بص يا بيه. انا القناة هنا بتعمل على الاقل ب 20 واحد. تمام. يقدر يخلوهم يعملوا خمسة بس؟ لا طبعا مستحيل. ضد المنطق. كويس. لما يجي نقول له احنا ايه بقى النهارده، لذلك انا قلت مع حضرتك نعمل حاجه اسمها حد اقصى الهامش الربح. ده قانون في دول العالم. زي حد اقصى الاجور كده. مفيش دوله في العالم ماشيه يكسب فيها سلعه 200 و300%.